مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، مساء الخير، اهلا بكم الى عدد جديد من حصة البلاد اليوم. في حلقة اليوم التي نقسمها الى جزئين، الجزء الاول نتحدث ونناقش قضايا سياسية راهنة، خصوصا دعوة الكثير من رؤساء الأحزاب في الجزائر، منهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيى، وأيضا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر تاج عمار غول، دعوا إلى ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية جديدة. نتحدث في هذه الحلقة ونناقش ما سر هذه التناغمات ربما في الحديث عن ترشح الرئيس لعهدة جديدة، خصوصا وأن الرئيس حتى الساعة لم يشر ولم يتحدث حول هذه العهدة وحول نيته في الترشح مجددا. نناقش أيضا عن التحضيرات ربما التي تقوم بها الكثير من الأطراف والفعاليات في المجتمع المدني ضمن نفس هذا السياق حاليا. الموضوع الثاني بحول الله نتحدث حول بداية موسم الاصطياف والسياحة في الجزائر، هل نحن مستعدون فعلا لهذا الموسم السياحي؟ هل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات هي كفيلة فعلا بإنجاح الموسم السياحي؟ أم أننا سوف نكون أمام نفس المشاهد في السنوات وفي المواسم السياحية الماضية؟ مواطنون يذهبون إلى وجهات سياحية وطنية ولا يجدون أي مرافق وأي تحضيرات لاستقبالهم، فيضطر الكثير منهم إلى حزم أمتعتهم مجددا والتوجه إلى وجهات أخرى خارج الوطن. في موضوعنا الأول السياسي، أتشرف باستقبال الأستاذ خالد بونجمة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء. أهلا بك سي بونجمة ومرحبا بك. شكرا. مرحبا. إذا سي بونجمة، أنتم مقبلون على مؤتمر لتنسيقية أبناء الشهداء، يعني مطلع شهر جويلية المقبل، ما البرنامج؟ يبدو أنكم سوف تحاولون الدخول في هذا السيمفونية، سيمفونية دعوة الرئيس للترشح لعهدة جديدة، أو هكذا يبدو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ففي البداية فأشكرك على الدعوة. أهلا. وأشكر كل الشعب الجزائري وأشكر كافة أبناء الشهداء وبنات الشهداء وأقول لهم عيدكم مبارك. هي في الحقيقة اليوم لازم نعرفوا التنسيقية الوطني لأبناء الشهداء بعد ما خلينا عليه على 5 سنوات، كان فيها إشكال وفيها مشاكل وفيها الناس قاعدة في الدار، سيبون جمال عائد، الناس قاعدة في الدار وتكتب الوزارة الداخلية، والناس بقاوا أبناء الشهداء مشتين، طلبنا منهم باش يتوحدوا ويوحدوا صفوفهم ويروحوا للمؤتمر، والحمد لله هذا واش اللي نادينا عليه، راحين للمؤتمر المصالحة الوطنية لكافة أبناء الشهداء ويخرجوا بقيادة ويخرجوا بالمستقبل إن شاء الله ليبنيوا هذا التنسيقية الوطني لأبناء الشهداء اللي رايحة تكون إن شاء الله في المستقبل كنز لكاملة الجزائريين، حتى المجتمع الجزائري يعرف ما هي التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء. اليوم احنا شوفوا أبناء الشهداء على التراب الوطني، وش هو المطلب بتاعهم؟ هو المطلب بتاعهم الاستقرار، ويحبوا دولتهم كما رادوها الشهداء رحمهم الله، وهذا هو المطلب تاع ابن الشهيد. اليوم ما اصبحش المطلب تاع ابن الشهيد كما يهضروا بعض، واحد يقول السكنه واحد يقول كذا، لا، ابناء الشهداء مناضلين كما كاع المجتمع الجزائري ويحبوا وطنهم وعندهم روح الوطنيه ويدافعوا على الوطن ويدافعوا على رئيسهم ويدافعوا على مؤسسه الدوله الجزائريه. وعلى هذا اخترنا المؤتمر المصالحه الوطنيه اللي شمل كافه ابناء الشهداء، يبقى واحد ولا زوج يكتبوا الوزاره الداخليه في الاوراق وهم ضد، معروفين للمرسونال في كل جمعية المرتزقة، المرتزقة هادو معروفين يحبوا يضربوا التنظيم في صميم ويحبوا يضربوا في أهادي ويشوهوها، ولكن آخر المطاف هما أبناء الشهداء. يوم 4 إن شاء الله و5 بالمناسبة هو عيد للجزائريين وعيد الاستقلال، واخترنا هذا اليوم اللي هو ذكرى للثورة الجزائرية والمجتمع الجزائري، يكون اليوم 4 جويلية و5 جويلية وردة للجزائريين والجزائريات، ونشكر كل من ساهم معنا من بعيد أو من قريب، والحمد لله أبناء الشهداء يكونوا في مؤتمر ليعطوا صورة لتشرفهم وتشرف الجزائريين وتشرف كل أبنات الشهداء وأبناء الشهداء إن شاء الله. ومن المرتقب أن يكون في إعلان عن دعمكم للرئيس للترشح لعهدة خامسة. هذا ما فيه شك، لأن رئيس الجمهورية قدم ترشح تاعه باسم المجاهدين وتنسيقية الوطن لأبناء الشهداء واسم المجتمع. نحن نرى اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة قدم تضحية على هذا الوطن. ما نقوله اليوم للجزائريين هم يعرفوه، وي كان مواطن جزائري عمره لا يحلم بالسكن، عمره لا يحمل بالعمل. أصبح اليوم المواطن الجزائري اللي كان البارح يجي من قسنطينة ويجي من توقرت باش يقرأ في الجامعة هو ريبو مدين، صبحت اليوم عنده الجامعة أمام المكان،
فيه بعض من الناس يقول ما يقول. رئيس الجمهورية أدم عليه، جاب أفكار، جاب برنامج، وفيه عنده الروح الوطنية وحاب يبني الجزائر. دوك تهدروا على أمور ما تهدر المعارضة، أنت تعرف بلي المعارضة هي مخلوقة، هي تعارض من أجل المعارضة. هذه المعارضة ها كاين حزب معارض يقدر يسكن مواطن جزائري؟ يقدر لما نكون في السلطة وبعدين يرحمها ربي، كيفاش أنا حزب معارض نسكن؟ شوف أستاذ، شوف أستاذ، هذه المعارضة عمرها ما تكون في السلطة، عمرها ما تكون في السلطة، عمرها ما تكون في السلطة. نعطيك لماذا؟ علاه؟ نعطيك الأفكار لماذا؟ لأنها اليوم المعارضة ما عندهاش رغبة بناء دعم المجتمع وتكون هي اليوم منضبطة مع الدولة الجزائرية. هي اليوم كي ترى الشك في برنامج رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو اللي يقود الدولة الجزائرية، عندها شك في الدولة الجزائرية، وانت باش حزب سياسي اليوم يلحق ويبني كل إدارة جزائرية من البلدية حتى للولاية حتى الإدارة، من المستحيل، ما عندوش حتى المناضلين هذو الإطارات اللي آمنوا بالحزب المعارض. كم ما عطيتوناش المجال، ما خليتوناش الطريق. هذه المعارضة، المعارضة قلت لك أنتم يعني راكم الأكسجين راكم حارميننا منه. شوف، وهو حياة ديمقراطية سليمة فيها تنافسية مثل ما هو حاصل في جميع دول العالم. شوف أستاذ، كي تخليونا وتعطيونا هذه الشروط وهذه الظروف توفروها، ثم نهضروا على سلطة وعلى معارضة وعلى تنافس حول السلطة. قلت اليوم هو منطق حميدة، لعاب حميدة، رشام حميدة، في نظام حميدة هكذا يقول. شوف أستاذ، لازم تعرف الجزائر، والجزائر عندها خصوصيات، الجزائر فيها خصوصيات اليوم للمستقبل الجزائريين. لأن الجزائر هذا اللي يهضر على المعارضة ويهضر على الديمقراطية ما حاربش على الجزائر هذه، وما ماتوش عائلته على الجزائر هذه. حركة؟ لا حاشا، لا حاشا، لا حاشا، لا لا نفهموا سي بونجما. لا لا لا، كاش حركة؟ انت قلت لي اللي ما دارش. شوف اسمع، خليك كمل لك، خليك كمل لك الفكرة. اليوم إلا كان احنا نخرجوا في معارضة للمجاهدين ولا المجاهد ونقولوا له ما قدمتش، أو عيب. معليش، فيه معارضة حب تبني الجزائر، تبنيها بأفكار وتبنيها ببرنامج وتمارس للمستقبل. إما اليوم الشعب الجزائري بعد الاستقلال وحنا على أبواب 5 جويلية، كل ما قدموا هذا الرئيس وقدم تضحية على هذا الوطن، وصبحنا اليوم نتمتع بسكنات ونتمتع بالعمل ونتمتع بشباب واندماج كل الشباب في الأراضي تاع الفلاحة، وصبحنا في لونساج منهم اللي نجح ومنهم اللي ما نجحش، كل لأننا نعرفوا احنا المعارضة ما تقدم للجزائر. إلا كان معارضة من أجل معارضة وتشوش على المجتمع تاعها، احنا محتاجين في الاستقرار تاع البلاد اليوم، والاستقرار اللي يتبنوه كل جزائري وجزائريات من البسيط. سيبونجما، حتى في الدول المتقدمة، حتى في الدول اللي عرفت يعني درجة كبيرة، حتى في كوريا الجنوبية، حتى في اليابان، حتى في السويد، السويد الحقيقية مش السويد الأخرى، حتى في الدنمارك، حتى في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، المعارضة دائما تهاجم السلطة، المعارضة دائما تترصد الهفوات تاع السلطة. يعني هذو ما جابوش الجديد انهم ينتقدوا السلطه، من حقهم ينتقدوا، خليهم ينتقدوا. يا استاذ لازم نعرفوا ما هي المعارضه. احنا شفنا المانيا الانتقاد على المعارضه جابوا البديل، لان كي عرضوا ميركل عرضوها بالبديل. احنا المعارضه ما يعطيكش البديل، يعارضك من اجل علاش؟ من اجل المعارضه، لان يعرفوا روحهم عارضوا، واليوم هما في البرلمان، هما في البلديات، هما في المجلس الشعبي الولائي. لماذا تعارض وتتشارك؟ البرلمان يعارض في البرلمان، مش في البلدية يعارض في البلدية. واش عارضوا في البلدية؟ أعطيني اسكت. تا في البلدية اليوم هذا المعارضة، كاش معارض في البلدية اليوم جاب مشروع خاص عن المشروع اللي موجود؟ شوف يا أستاذ، اليوم إذا تقارننا مع ألمانيا ولا فرنسا ولا سويسرا ولا واش تهدر، السويد، السويد، هذوك ناس كيجوا يجوا بالأفكار ورانا نتبعوا. كي تجي معارضة تقول معارضة تاع جاية بلاطاي، شوف الرئيس، هذيك المعارضة كي تجي تقول لك هذا الكاس ماشي مليح تعطيك البديل. احنا المعارضة هذه ما جابتش البديل، جاية تقول لك بوتفليقة ما يزيدش، الرئيس ما يزيدش، هم بعد هذا بوتفليقة هدايا كي ما يزيدش، وانتم واش راح تجيبوا على بوتفليقة؟ بوتفليقة بالأقل ضحى في المصالحة الوطنية ورد الجزائريين في أحضان بعضهم بعض. من هي الفكرة؟ معارضة لما تقول لك مثلا أنه $1,000 مليار التي صرفت ما كانش ما يقابلها من الإنجازات. شكون هذا المعارض اللي قال؟ شكون؟ كثيره. شكون هذا المعارض يهضر على 1,000 مليار؟ كله أنت شاركت في 1,000 مليار ولا ما شاركتش؟
يقول لك انا ما شاركتش، كيف ما شاركتش؟ ما عطيتوليش الفرصه باش نحكم. كيف ما عطينا له الفرصه وتلقى هذا الانسان اللي يتكلم مع الألف مليار هو مشارك في الألف مليار، مشارك في الألف مليار. كيف هذا؟ من بعيد أو من قريب؟ من بعيد أو من قريب يا أستاذ، ما لازمش اليوم نلعب. كيف يا سي بونج؟ ما لازمش نلعب على العاطفة تاع المجتمع الجزائري. العاطفة تاع المجتمع الجزائري، مجتمع عنده ثلاثة حوايج يحبهم. وشنو؟ يحب الاستقرار، ويحب يعيش بالكرامة، ويحب يعيش في وطني، ويحب يعيش في الجزائر. هذا وفرهم له رئيس الجمهورية. وانتو تريبي بضل جيري. هذا وفرهم له رئيس الجمهورية اليوم موجودة. دوك تقول لي فيه لروتوش، فيه بعض المشاكل، أنا معك، راني معك، راني معك. ما هوش كلش مليح. أنت معارضة اللي ما عندهاش مناضلين، هي معارضة دا أشخاص. وش من المعارضة؟ علاش قلت لك أنا ما كاش معارضة؟ هي احترام المعارضة، كل بلاد فيها المعارضة، حتى في كل مكان تلقى المعارضة. ولكن المعارضة تبنى بقاعدة، تبدا بمشروع، والمشروع هذاك يامنوا به مناضلين اللي هما معاك في الحركه باش تتقوى وتقدر تهدر كمعارض. اما تهدر انت كمعارض كشخص وتحب تعارض دوله جزائريه باكمالها، كلما تقدموا الدوله الجزائريه هو غير لائق بك، هذا خطا. المعارضه سي بونجما دائما لما تتحدث تقول لك تتحدث عن صحه الرئيس. تقول لك ينبغي لنا أن نأخذ بالاعتبار صحة الرئيس لما نرشحه ولما نتحدث عن عهدات أخرى، وش ترد؟ شوف الرئيس، كل إنسان فينا هو لازم يحس بنفسه. كي نتكلم على مرض إنسان وأنا مريض أكثر منه، ممكن نتحرك ونتكلم. الرئيس راه يتحرك وراه يدير في العمل تاعه، مادام راه يؤدي في واجبه ويعطي تعليمات للحكومة. وهذا يدل، نحييوه سيد فخامة رئيس الجمهورية، نحييوك بهذه المناسبة، خذا قرار لينقذ الشعب الجزائري. وانت تعرف الرسوم اللي دارتهم الحكومة، وفات في مجلس الوزراء رفض كل الرسوم لأنه اعطى قيمة لهذا الشعب الجزائري ما يضروش أكثر من اللي راه مضرور. رئيس الجمهورية آخر تعليمة تاعو دع الأراضي دع الفلاحة، هو مشكور، هو مشكور. الفلاحة اللي ولوا ينهبوا فيها دار قرار ممنوع يتمسوا الاراضي تاع الفلاحه. الثالثه، القرار الاخير اللي اعطاه رئيس السيد فخامه رئيس الجمهوريه للحكومه محاربه الفساد والرشوه، وصبحت اليوم حقيقه كل انسان مهما كانت المرتبه تاعو يتحاسب الى ادى اموال الشعب ولا دخل في الفساد يتحاسب. لان رئيس الجمهوريه يا ناس ماهيش واش تهدر المعارضه لازم يخرج ليها ويقصر معها. رئيس الجمهورية اليوم عنده كل المعطيات تاع العالم، وراه يحضر في نفسه، عنده وزير الخارجية، وعنده وزير الأول، ووزير الأول عنده طاقم الحكومة. اليوم رانا نشوف وزير الداخلية كيف يتحرك من الولاية لولاية، كيف راه يقدم في التوضيحات على رئيس الجمهورية، هو مشكور. سي بونجما، اليوم أنتم ربما في أحسن الحالات أنتم رابع من دعا الرئيس للترشح لعهدة أخرى، يعني سبقتكم أحزاب، سبقتكم الأفلان، أراندي، وتاج. شوف، احنا ما كاش اللي سبقنا ولا نسبقوه. احنا رانا نشوفوا في السياسه وكانه سباق. لا لا، شوف كل واحد يجيبها بصيغه واحده اخرى، كل واحد يجيبها بمعزوفه خاصه به. استاذ مشكور الشيخ احمد ويحيى، ومشكور سي ولد عباس، ومشكور على الشي دعاغول اللي ناشدوا رئيس الجمهوريه باش يترشح، هما مشكورين ما نقولوش. ولكن التنسيقيه الوطنيه لابناء شهداء فوق الاحزاب السياسيه. كيفاش فوق؟ هي رئيس الجمهوريه ترشح باسم تنسيقيه ابناء شهداء. حتى الافلان يقول لك هو رئيس الحزب. لا شوف، انا مانيش حزب سياسي الان، انا رئيس تنسيقيه، لي رصيد ولي تاريخ ولي ماضي، والفئه تاع ابناء الشهداء موجوده على التراب الوطني، وهي اللي تحرك المجتمع، ولينا نعرفوا المجتمع هي زي هي في اوساط المجتمع. واليوم ابناء الشهداء كلهم العلاقه مع المجتمع الجزائري ومع الجمعيات. وحنا كي نقولوا رئيس الجمهوريه اليوم، واش يفيدنا في رئيس الجمهوريه؟ يفيدنا الاستقرار، ويفيدنا ما قدموا للشبيبة، ويفيدنا ما قدم الجامعات، ويفيدنا ما قدم السكنات الناس اللي كانت تسكن في البرارك، الناس اللي كانت تعاني من الأمراض. هذا كله تاريخ المستقبل. لكن سي بونجما يقول لك مازال المعارضة، نعاود نذكره دائما ما دام انت راك تهاجم فيها او تمد الرأي الآخر، لكن المعارضة تقول لك كيف يمكن انه في بلد صرف 1000 مليار دولار الحد الأدنى للأجور فيه 1.8 مليون، وانه فيه قوارب الموت سنويا تودي بحياة العشرات
أو المئات من أبناء الجزائر والشباب هارب من هذا الوطن، أين هو هذا الأمل؟ أين هو هذه التنمية اللي راكم أنتم راكم صباح مساء يعني تهدروا عليها؟ لماذا هذه المظاهر اللي رانا نشوفوا فيها اليوم ونحن صرفنا ما صرفنا من الأموال الطائلة؟ شكرا. شوف أنا ما نهاجمش المعارضة يا أستاذ، مانيش خير من المعارضة. راك هاجمتهم. لا ما نهاجمهمش، لا نهاجم الأفكار. لا نهاجم المعارضة. نعم، وفي هذا شوف هذا الطرح واش رد عليه؟ استاذ انا نرد لك على الطرح تاعك. اليوم مادام هذا المعارضة راهي تهدر على الحراقة، واش هي الحل اللي جابته للحراقة للشبيبة؟ واش هو خطاب اللي هبطت للشبيبة وتقول لهم انتم يا شباب ها الحركة السياسية تاع المعارضة؟ تقول لكم خلونا نحكموا وديروا لنا انتخابات علاش تحكم؟ ونطلعوا يا ونحكموا. يا استاذ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. اليوم انت راك معارض باه تشرح البرنامج تاعك. وتلقى الحلول للحراقة، انت ما جبت حتى حلول، قاعد في البيرو وتقول الحراقة يموتوا، بالك لقى وليده رايح في البحر. شوف ما نهضروش كلام اللي ما يلاقاش. دولة الجزائرية موفرة كل الإمكانيات وراهي تحارب في كل المشاكل اللي يعاني منها المواطن الجزائري. مال على يهربوا هذه السيبونتما؟ شوف أستاذ اليوم على يهربوا، ما تخفالكش انت الناس اللي دخلت 700 كيلو تاع كوكايين، 701 كيلو اللي حبت تضرب الاستقرار تاع البلاد وحبت تهرب لك المجتمع. هادو الناس اللي هما يضربوا الجزائر في الصميم وهما اللي يحوزوا ابناء الجزائر خارج الوطن. فهمني فيها هذه، فهمني. هذا البازون اللي كانوا جايبينه لمن؟ لمن شبابنا؟ واش يعني لو كان جاو اترونجير قال جزائريين؟ جزائريين يضربوا الجزائر في الصميم ويضربوا المستقبل تاع الجزائر، وانت تعرف اليوم ما سلكناش حتى مكاشيات اللي يتكلموا عليها. يعني سي بونجما، يعني هذا الشاب الجزائري البسيط المسكين المهمش في دشور وفي الجزائر العميقه راح يستهلك الكوكايين؟ ماهوش هو هذا المشكل اللي راكم اليوم تطرحوا فيه امام المجتمع الجزائري. المجتمع هذا تاع الجزائر العميقه، الناس اللي تقود في الحكومه وتقود في الاحزاب هي اللي تروح تشوف عندها حلول، لان عندها الاغلبيه وعندها افكار وعندها حلول، هي اللي تلقى الحلول لهذه الشبيبه. اما التنسيقيه الوطنيه لابناء الشهداء عندها حلول في المستقبل وعندها افكار وقادره باش تقدم تضحيه للشباب ولكل جزائري من الجزائريات، لان ربما الشيء الوحيد اللي كنا نناضلوا به ونحسوا به المواطن الجزائري نبقى واقفين مع الشعب. كان يقول لكم سي بونجما انتم كمنظمه ابناء الشهداء منظمه المجاهدين، خلاص حان الوقت انه هذه المنظمات تحل، حان الوقت لأنه هذه المنظمات تصبح شرفية لا تصبح لديها أدوار أساسية. الاستقلال فاتوا سنوات طويلة، اليوم هذه المنظمات أصبحت تستنزف الكثير من أموال الجزائر المتقشفة. بارك الله فيك يا أستاذ. هذا طرح ماشي طرحي أنا حتى أنقله إليك، على بالي راح تقصف وأنا مش قادر نواجه. بارك الله فيك، أنت شاب صحفي وجاي للمستقبل، مين يتكلم على الشهيد؟ الشهيد ربي يدلو آية في القرآن. والشهيد اليوم انت كي تقول المجاهد يروح ولا ابن الشهيد يروح، هادو هما التاريخ تاع المستقبل، هادو هما البناء الجزائري للمستقبل. إذا كان تنحي المجاهد وتنحي الشهيد تنحي النشيد الوطني مالا؟ انتوما كشباب تتكلموا، لأن ابن الشهيد ما داش حق مواطن، راهم يسكنوا في العمارات مع المواطن. ابن الشهيد راه يحافظ على الوحده ويحافظ على الجزائر ويحافظ على الاستقرار. ابن الشهيد راه يضحي، ضحاوا ابناء الشهداء كانوا ديداك وماتوا الله يرحمهم، ضحاوا ابناء الشهداء على الجزائر وقدموا تضحيه على هذا الوطن، والاباء تاعهم حروا لكم هذه البلاد اللي اليوم راكم عايشين فيها وتفخروا بها وديروا المعارضه وتقولوا اين هم الاموال. كثر خير الشهداء اللي حروا لكم هذا الوطن اللي راكم عايشين فيه انتم كشباب للمستقبل، لان تفكروا في الشهيد يوم صباح وعشيه وتترحموا على الشهيد وتقول لهم كثر خيركم يا الشهداء اللي حررتوا لنا هذا الوطن، مهما كانت خلفيات مهما كانت مشاكل، ولكن الشعب الجزائري راه مستقر بالسياده تاعو وفي وطنه والحمد لله. ورانا نشوفوا هنا اليوم في الديمقراطيه في التعدديه ونتكلموا في المعارضه والمعارضه تتكلم وحنا نبنيوا الجزائر. كثر خير الشهداء رحمهم الله. واليوم حنا كي نتكلموا على هذا الاب المجاهد وفي للشهداء، رساله 2004 2003 سيد فخامه رئيس الجمهوريه بالمناسبه تاع الويمي 45 لدار المستعمر في المكانه تاعو واعطاهم واش كانوا يحتاجوا هذا المستعمر. نعم احنا اليوم
كي رانا ناديو لابناء الشهداء، ما ناش ناديو ابناء الشهداء باش يديو سكنات، باش يديو السلطه، باش يديو الحب، ناديو لابناء الشهداء باش تبقى الروح الوطنيه. سي بونجما تبقى الروح الوطنيه. لكن اوكي معليش رانا معاك في هذا الطرح وانه هذه ذاكره وانه هذا التاريخ وهذا واقع، لكن لماذا يقول لك البعض لا نشاهد مثل هذه التنظيمات في مواجهه من يحاول طمس الذاكره الجزائريه، في المطالبين مثلا بعوده الارشيف، في المطالبين باعتذار الاستعمار، في المطالبين بوضع قانون لتجريم الاستعمار، اين انتم من كل هؤلاء؟ اين انتم من كل هذا المسار؟ بعد ذلك سنحييكم يقول لك. بارك الله فيك يا استاذ. كنا من السباقين نطالبوا الاستعمار. ما عندناش قانون تجريم الاستعمار. كان قانون وبعد ذلك تبخر. اسمح لي يا استاذ. من البرلمان فيما فرنسا داروا قانون. اسمح لي يا استاذ. كنا من السباقين لنطالب بقانون تجريم الاستعمار. كنا من السباقين لنطالب فرنسا باعترافها بالجرائم. كنا من السباقين لرفع دعوى قضائية ضد الاستعمار الغاشم. وين راهي واصلة الأمور؟ الآن شوف ما باش ما نغلطوش بعضنا بعض، باش الشعب الجزائري يعرف وأبناء الشهداء يعرفوا. من بعد ما جات الديمقراطية وجات التعددية وهنا قلنا نديروا في التنسيقية مكتب وطني ويدير مؤتمر ويقود ابناء الشهداء ويروح بالافكار تاع الوطنيه وحب الوطن وبناء الجزائر. للاسف دخلوا امانه بعضهم بعض فسدوا ابناء الشهداء. ابناء الشهداء بداوا حايرين واش نديروا اليوم. رجعوا مرجعيه تاعهم الى طالب من بونجمه خلي على الحزب السياسي عود للتنسيقيه الوطنيه ابناء الشهداء. وانا هذا النداء قبلته من القاعده تاع ابناء الشهداء وقبلته من المجلس الوطني وضحيت بنفسي وعدت لخاوتي لبناء الجزائر. ما هي مؤسسه الدوله الجزائريه؟ ما هي؟ هي رموز الثوره. شحال عدد ابناء الشهداء؟ شحال عدد المنضوين؟ نعطيك العدد. هي اليوم هذا الاحتفال احنا المؤتمر على درنا ب 5 جويليه هو الاحتفال تاع الوفاء. شحال الوفاء للجيش؟ شحال عندكم منخرطين؟ عندنا اكثر من 2400. الان رانا زدنا بابنائنا والعائله تاعنا. اليوم احنا لماذا اخترنا 5 جويليه؟ هي ذكرى الثوره الجزائريه والاستقلال والجيش يعطي الوفاء للشهداء. اي مؤسسه تاع الجيش مناسبه 5 جويليه وافيه للشهداء وعهد الشهداء. لماذا اخترنا 5 جويليه؟ حتى نكونوا مع المؤسسه تاع الجيش مرافقين للمستقبل. ونحيي المؤسسه تاع الجيش بالدور اللي قايمه به وانقاذ الشعب الجزائري من الكوكايين ومش اللي راهم يتكلموا عليه معارضه. ونحيي مصالح الامن تاع الجيش وتاع الدرك وتاع الامن اللي قايمه بالدور تاعها وحاميه هذا الوطن من المافيا ومن الناس اللي حبوا يضربوا الجزائر في الصميم. يعني الكوكايين المعارضه انت حاطهم في نفس الخانه؟ لا من خلال كلامك سي بونجما. لا ما دخلناش المعارضه، المعارضه هضرنا عليها سياسيين. لا قلنا تكون عندها افكار وتكون عندها رؤيه وتكون عندها مناضلين ويامنوا بها، مش دخلش حتى المافيا ما لا معارضه عندها من كلامك يعني لا فقط. لا لا شوف المعارضه عندها افكار وعندها حيل سياسيه وعندها برنامج وهي الان تعطي صوره للمجتمع الجزائري انا نعارض من اجل المعارضه. ولكن شفنا المعارضه فوق الطابله نعارض تحت الطابله نقسم. خلينا من الخلفيه في كيفاش هذه تحت الطابله نقسم؟ هذه يعرفوها المعارضين. احكي لنا شويه. كي يوخروا على الشوفاج يبردوا يعاودوا يولوا السخان. صح هذه القياس يعرفوها هما. في الصيف نديروا هاد الكليماتيزور خير خاش تتعكس. كي يبرد كي ما كانش كليماتيزور يحبسوه لهم يحوسوا على كليماتيزور وين يبردوا. شوف استاذ اليوم ما نلعبوش بالمجتمع. انا نحيي الشباب الجزائري ونحيي المجتمع الجزائري لان علاش؟ بصح سي بونجما راني نشوف فيك شغل كي رجعت للتنسيقيه حماسه جديده. لا تنسيقيه قوه جديده. لا تنسيقيه قوه. تنسيقيه شوف تعود ان شاء الله اكثر من الاحزاب السياسيه. تنسيقيه قوه في الميدان. تنسيقيه هي تاريخ هي مستقبل هي الدوله الجزائريه. التنسيقيه هي ما عندهاش افكار تاع معارضه ولا عندها افكار تاع النهب ولا عندها افكار بناء الدوله الجزائريه وتساند الدوله الجزائريه. منين ما دير قرار الدوله الجزائريه تنسيقيه من السباقين لتنشروا المجتمع وتحسس به المجتمع. وهذا المجتمع الجزائري نحييه. حتى الشباب شفنا بعض الاحيان ويقول في الفيسبوك ويقول شيات وشيات وشيات. يا استاذ يا شباب كيما تشيتش الرئيس تاعك وما تشيتش لبلادك ليه ما تشيت؟ تشيت للناس اللي راه يجيب لك الكوكايين؟ تشيت للناس اللي راه يتحرق؟ ليمن يا استاذ نعلم بليش يعني الشتاء فيها فيها. شوف استاذ الشتاء الوطني والبلادي ورساله الشهداء لان رساله الشهداء اللي تحمينا في المستقبل.
اليوم كيقابل ربي سبحانه وقابل الشهداء ما يقولوا لي ما هي الوفاء؟ كاين يقول لك بين قوسين سي بونجما لما رجع للتنسيقيه الشتاء زاد فيها شويه. شوف الرئيس انا التنسيقيه اكسيليرا شوي. شوف التنسيقيه ماشي تاع الشتاء، التنسيقيه قوه اللي تبني البلاد وتحافظ على البلاد وتحافظ على برنامج وتحافظ على افكار اللي تبني المستقبل. اني قلت لك التنسيقيه دوله جزائريه. التنسيقيه اليوم مادام شملنا ابناء الشهداء وحنا على ابواب المؤتمر ترى المستقبل. لان ابناء الشهداء ما يطالبوش شيء اخر، ما هم يطالبوا على كرسي، ما هم يطالبوا على والي، ما هم يطالبوا على وزير. يراهم يحاولوا يسعوا ويناضلوا من اجل الاستقرار تاع البلاد ويحافظوا على البلاد ويحافظوا على المستقبل. بزاف الناس اللي غلطه يقول لك لماذا هي التنسيقيه هي قوه، ما كانش اللي يجي امام التنسيقيه الوطنيه ابناء الشهداء. نتحدى اي تنظيم مستقبل، نتحدى اي تنظيم، وني نتكلم معاك، نتحدى اي تنظيم اللي يكون عنده مناضلين كما التنسيقيه الوطنيه. ختاما سي بونجما، شاهدنا عده فيديوهات لاميار في الفيسبوك، واش تعليقك؟ والله يا استاذ شوف لحقنا لواحد الدرجه. انا قلت لك الاخر رساله تاع السيد فخامه رئيس الجمهوريه الى الحكومه، ناس كيما هادو شوهوا الجزائر، شوهوا الجزائر ويعرف روحه رئيس بلديه بلي عنده كاميرا الداخل ويعمل اشياء كيما هذه للمجتمع الجزائري ما يريد من المجتمع، ما يريد. الناس اللي تفكر هكذا هادو هم الناس اللي هم يطبعوا الشباب باش يروح يحرق، يقولوا باش يخمم على الشباب باش يخدمها ويلقى لها الحلول، يدير في الفساد ويدير في التفسير كيما هذا. كان يقول لك انه هذه الامور ربما بهذا الشكل او باشكال اخرى من الفساد منتشره، فقط كاين واحد عنده زهر بين قوسين ما صورتوش كاميرا، وكاين اللي طاح وصورته كاميرا، وما خفي اعظم. قال لك ناس بكري يقول لك يتقدروا الاقدار يعموا الابصار. صح لي كاميرا يصوروا. هني نهضر معاك، كي يتقدروا الاقدار يعموا الابصار. انسان تتقدر عليه اشياء لانه يعرف واش قاد داير في الماضي، وما حبش يتكاكل ربي سبحانه، وما حبش يحترم الشعب هذا، وما حبش يحترم المساكين، وما حبش يحترم الاطارات، يعميه ربي ويطيح في بير، ها طاح كشف روحه. وهذا هو الشيء علاش قلت لك اليوم فيه مستقبل زاهر. لازم الجزائر اليوم ماشي واش يقولوا لكم، راكم تشوفوا نسمع الناس يقول لك الشارع، واحد يقول لك ها العهده. شوفوا الشعب الجزائري يحب الاستقرار ويحب السكنه ويحب الخدمه. يا شعب الجزائري، خالد بونجما يقولها لكم، حذاري وحذاري. كاميرا منا، كاميرا منا سي بونجما. حذاري حذاري، وراكم شفتوا اليوم عليهم كيف وقفت لهم في المرصاد مؤسسه تاع الجيش، وكيف قبضتهم في البحر. حذاري حذاري من الناس هادو اللي راهم رايحين يدوكم الفتنه. احنا مع الجزائر، شكرا. احنا مع النشيد الوطني، احنا مع بوتفليقه، احنا التنسيقيه تاع ابناء الشهداء تمارس من اجل الجزائر وتحافظ على المؤسسه تاع الجيش الوحيده في الجزائر اللي تقولنا موتوا اليوم نموتوا هكذا. اي عاوي مؤسسه تاع الجيش تقولنا درك روحوا ارميوا روحكم في البحر نرميوا، لان نعرفوها واش تفكر في المستقبل، ونعرفوها واش تفكر في الوحده، ونعرفوها واش تفكر في الجزائر. وراهي سهران على الجزائر، وانت اخوك ولا ابنك راه اليوم في الصحراء في الجنوب يدافع على الجزائر ويدافع على الوحده باش الجزائر تبقى مسكه بالجزائريين. اشكرك جزيل الشكر سيد خالد بونجما رئيس التنسيقيه الوطنيه لابناء الشهداء، اشكرك على هذا. مازال كلمه اخيره، معلش روح. نتمنى ان شاء الله لكافه ابناء الشهداء كافه الولايات. منا الكاميرا هاي الساده الامناء العامين، لحقتكم الرساله يوم باش تلحقوا يوم 3 و4 و5 ان شاء الله المؤتمر تاعكم بولايه تيبازا. وحدوا صفوفكم، وحدوا بعضكم بعض، واعطوا رساله للناس اللي راهي تقول ابناء الشهداء. لازم ابناء الشهداء فوق الاحزاب. الجزائر هي اول، والجزائر هي الاخرى، والوفاء للشهداء رحمهم الله. شكرا جزيلا لك استاذ خالد بونجما رئيس التنسيقيه الوطنيه لابناء الشهداء، كنت ضيفي في الجزء الاول من هذه الحلقه. مشاهدي الكرام، بعد فاصل قصير نمر الى الجزء الثاني ونقاش حول الموسم السياحي، وهل سنقراه من عنوانه، كيف يكون وكيف يمكن ان نستشرفه من خلال البدايات. فاصل قصير ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا.